لأعظم نادي في الكون، حلقة جديدة من الترند في ظل أجواء الفرحة الكبيرة والمستمرة لجمهور النادي الأهلي في أعقاب الفوز بالثلاثية. مختلف البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي بيقدر من خلالها يفرح جماهيره في كل مكان. البداية كانت ببطولة الدوري العام، وللأهلي فاز بيها عن جدارة واستحقاق من خلال يعني فرق كبير جدا في عدد النقاط ما بينه وما بين صاحب المركز الثاني نادي الزمالك. النادي الأهلي كمان قدر أنه يتفوق ويفوز في نهائي دوري أبطال أفريقيا ويرجع البطولة الغالية لدولاب بطولاته بعد ما غابت 7 سنين، وده عدد كبير بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي، وهي البطولة الأهم والأقوى بكل تأكيد اللي قدر النادي الأهلي برجالته أن هم يجيبوها لجمهورهم. كمان امبارح كان البطولة الثالثة للنادي الأهلي في هذا الموسم الرائع، بطولة كأس مصر، والفوز على طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية، وبكده النادي الأهلي يكون فاز بالثلاثية هذا الموسم، عشان تكون ثالث مرة في تاريخ النادي الأهلي يفوز بالثلاثية في موسم واحد. تفاصيل كتير جدا وأجواء رائعة جدا هنتكلم فيها باستفاضة على مدار حلقة اليوم من الترند، هذه الحلقة الخاصة والحلقة اللي هنتكلم فيها بخصوص نادينا الحبيب النادي الأهلي وكل الأمور اللي جمهور النادي الأهلي مستنيها وكل الكواليس كمان اللي بتتعلق بالنادي الأهلي. الفرحة أكيد حلوة مفيش كلام، مبسوطين جدا بالنادي الأهلي، مبسوطين جدا مجلس الإدارة، الجهاز الفني واللاعبين، ودايما بيكونوا في الموعد، ورغم كل الانتقادات وكل الأمور اللي بيتعرض بيها أو بيتعرض ليها النادي الأهلي على مدار فترات كتيرة فاتت، لكن دايما أنت بتحصد أو بتحصد نتاج مجهود كبير جدا جدا قمت بيه على مدار موسم طويل وصعب واستثنائي خلال الموسم المنقضي تحديدا. تفاصيل كتير جدا على مدار حلقة النهاردة، لكن مشاركتكم معنا أكيد بتبقى هي الأهم، ورسالتكم للاعبي النادي الأهلي بعد الفوز بالثلاثية وأخيرا بعد الفوز بالأمس على طلائع الجيش والتتويج ببطولة كأس مصر، إيه الرسالة اللي أنت حابب تقولها؟ تقدر تكتب رسالتك من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقة اليوم هناخد رسائل حضراتكم، لكن دايما البداية بتكون بأهم العناوين. يلا، في ترند الأهلي الثلاثية أهلوية للمرة الثالثة، وراحة للاعبي الأهلي 48 ساعة. أما في الترند العالمي اليوم، جماهير ليفربول تعود للمدرجات بعد 9 أشهر. طيب قبل ما اتكلم معاكم في اجواء الفرحه والسعاده عند جمهور النادي الاهلي وعند الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره، خليني بس لبعض الجماهير اللي بيبقوا مهتمين بالمباريات في مختلف الدوريات العالميه اقول لحضراتكم اهم مباريات اليوم، ونبتدي بالدوري الانجليزي. النهارده كان في ماتش اتلعب وخلص خلاص ما بين ويست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس، كريستال بالاس فازوا بنتيجه 5-1، نتيجه كبيره جدا. ويست بروميتش اعتقد يعني هيكون اول الهابطين هو وفولهام للشامبيونشيب بعد انتهاء هذا الموسم لو استمروا بهذا الشكل. يعني شيفيلد يونايتد بيلعب دلوقتي مع ليستر سيتي مباراه قويه، تعادل ايجابي 1-1. توتنهام هوتسبير في قمه هذه الجوله هيلاعب ارسنال الساعه 6:30، وليفربول نجمنا المصري محمد صلاح هيكون الساعه 9:15 مع ويلفرهامبتون. طبعا نجمنا المصري الاخر محمد النني هيشارك بنسبه كبيره في مباراه توتنهام بعد شفائه من فيروس كورونا. نتمنى لنجومنا المصريين المحترفين في الخارج كل التوفيق ان شاء الله في مباريات اليوم. الدوري الاسباني، غرناطه لعب مع هويسكا وتعادلوا تعادل ايجابي 3-3. اوساسونا هيلعب 5:15 بعد شويه من دلوقتي مع ريال بيتيس. فياريال مع إليتشي الساعة 7:30، وديبورتيفو ألافيز مع ريال سوسيداد الساعة 10 مساء. الدوري الإيطالي في عدد أيضا من المباريات، منهم مباراة لعبت ما بين هيلاز فيرونا مع كالياري الساعة خلصت التعادل الإيجابي 1-1، وفي مباراة بتجرى في هذه اللحظات أو مباراتين كمان ما بين بارما وبنفينتو، تعادل سلبي الشوط الأول خلص، ونفس التعادل تعادل سلبي بين روما وساسولو بعد انتهاء الشوط الأول. كروتوني مع نابولي الساعة 7، وسامبدوريا مع ميلان الساعة 10:45. دي أبرز مباريات اليوم. كل التفاصيل بقى اللي بتتعلق بالنادي الأهلي وأجواء الفرحة وبعض الأمور الهامة جدا اللي هنتكلم فيها على مدار حلقة الترند النهاردة، كل التفاصيل دي هتكون معانا بس بعد الفاصل، استنوا.